عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا 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 كلنا عندن دبابات لنبك مش حيالله حكي أيوة انتي مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانتي واقف وراي خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بقاعد وبشبن مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وصيدة تجي كفارة ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي 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 ولك مين انتي بلا قافي انتي اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا عندن دبابات فلسطين يا مربى الأسود أرضك لن تنقد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟ كلنا Sabra and Tila, to mention only the most obvious. The use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlement, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses. كلنا عندن دبابات احنا عنا حجار